ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة حمص للتصدي لفيروس كورونا، بدأ مجلس المدينة عبر لجان الأحياء بتسيير سيارات الخضار والفواكه، بالإضافة إلى سيارة تابعة للسورية للتجارة، وذلك كتجربة أولى لإيصال المواد الغذائية إلى المواطنين في منازلهم خلال فترة حظر التجوال الجزئي. طبعا ضمن الإجراءات الاحترازية اللي عم نقوم فيها بتوجيهات رئاسة الحكومة، نحن قسمنا مدينة حمص ل 45 حي، وقمنا مبارح بتجربة بحي الغوطة وكرم اللوز، نحن اليوم هلأ بحي الزهراء، بالإضافة لخمس أحياء تاني. الإجراء اللي عم نقوم فيه عبارة عن تجربة، إذا وصلنا لموضوع منع تجول إنه نكون نحن جاهزين. طبعا مبارح كان عندنا شوية ملاحظات اليوم تلافيناها. اليوم بالتعاون مع مجلس مدينة حمص ومجلس محافظة حمص قمنا بإيصال المواد الغذائية إلى الأسر الموجودة في بيوتها، حفاظا على عدم التجمعات وعدم الخروج فكانت هذه الحملة حملة ناجحة بإيصال المواد من خضرة ومواد غذائية، سمنة، سكر، رز. أكيد الإجراء كويس تمام وفاد المواطنين بشكل كبير، يعني في كتير عالم مقطوعة من المواد التجارة السورية ما بتقدر تاخدها من الصالات، في تجمعات كبيرة عند الصالات، أنا برأيي هيك أحسن بكتير. شيء ما كنا نقدر نحصل عليه بالنهار، هلأ بيجي لعنا عباب البيت إجراء كتير ممتاز، أتمنى أنه تضل هالإجراء هذا متواصل. تعتبر لجنة الحي هي المسؤولة عن البيع بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والتطوعية، وسيتم توسيع قائمة المواد خلال الأيام القادمة بما يضمن وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بأسعار مناسبة دون وسيط، وتقييم التجربة لتعميمها على كل أحياء المدينة. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.